أهلا بحضراتكم في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع. عادت الخدمة مرة أخرى لموقع التواصل الفوري الشهير واتساب بعدما أصاب عطلا مفاجئا. كمان واجه مستخدموه مشكلة في الاتصال، واشتكى عدد من المستخدمين للتطبيق داخل مصر من عدم القدرة على إرسال رسائل لأصدقائهم. كانت تظهر الرسالة بدون علامتي الإرسال سواء الزرقاء أو عديمة اللون، مما يعني عدم القدرة على إرسالها، ولم تعلق شركة على سبب العطل حتى الآن. كما شهد موقع تبادل الصور انستغرام عطلا أيضا تسبب في عدم تمكن المستخدمين من الدخول عليه مطلقا. كمان عانى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الماسنجر من عطل وصل لعدم وصول الرسائل إلى الآخرين أيضا، وتصدر هاشتاج واتساب وانستغرام قائمة الأكثر تداولا في العالم. قال موقع داون ديتكتور الإلكتروني إن خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك بما فيها واتساب وماسنجر وإنستغرام تعطلت لآلاف المستخدمين اليوم. ويرصد الموقع الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر، وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات فيما لم يصدر أي توضيح من الشركة حتى هذه اللحظة. لكن احنا بدورنا بالتأكيد سنوافي حضراتكم بكل جديد حول أسباب هذا العطل سواء من واتساب أو ماسنجر أو انستغرام. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.